عليكم فلوج جديد النهارده. طبعا هنعمل فلوج النهارده، قررنا ننزل الشارع واول مره احنا ننزل الشارع ومش عارفين هيكون رد فعل الناس معانا ايه. هنسال الناس ايه رايكم في 2019، خليكم معايا وهتشوفوا حاجات كتير قوي. طبعا اول واحد ما ينفعش ما اسالهوش حدقه حبيبي، كل سنه وانت طيب يا حدقه. وانت بصحه وسلامه. تقول ال 2019؟ والله مش عارف. انت بعد اذنك اديني المايك ده وانا اسجل بس مع الناس. طب قول لها حاجه. اقول لها قول لها بخاطرك حتى. اقول لها براحتك. بعدلك بعدلك. ما اقولش، اقول اكتر من كده بس خلاص ماشي يا عم. ما فيهاش مربى يعني، انت سطلت ولا ايه؟ السلام عليكم يا استاذ علول. سلام الله وبركاته. لو سمحت وشك وش الكاميرا. ماشي. حضرتك تقول ايه ل 2020؟ ايه رايك في 2019؟ وهتقول ايه حاجه حلوه كده ل 2020؟ والله ان شاء الله سنه سعيده علينا وعايزين نشوفوش اللي شفناه قبل كده. يعني زي ايه اللي شفته قبل كده مثلا؟ يعني الخطوفات والحداد دي. لا يعني في امان دلوقتي وفي حداد حلوه يعني شفناها. يعني حضرتك الامان احسن ولا غلو الاسعار ولا ايه؟ عايزين نعرف راي الشعب. والله نحن عايزين الامان، مش مهم الاسعار ما نقولوش فيها حدده، بس الامان لبيتي وبيتك وعيالي وعيالك يعني والبنات اللي بتروح المدارس وكده، وادي يعني اللي عايز اقوله لك. ماشي. معلش بعد اذنك خليه يسمعنا حاجه ل 2020. طب يا ريت تقول لي حاجه كده ل 2020. يعني اقول يعني ممكن تقول شعر يا استاذ علوش. شعر؟ لا شعر ده عند اخويا اللوب. طب ممكن حضرتك تديني حاجه كده؟ لا قدرش والله، حتى لو موال بصفتك نجم يعني. نجم ما تحردني كده مختار انت. لا بس خد راحتك قناتنا ومحدش راحتنا اللي احنا عايزينه نعملوه. ماشي. يعني اقول ايه؟ طيب لو حطت موسيقى مش مشكله برضو، احنا مستعدين نسمع. يعني ممكن مره تقول كلمتين؟ ممكن اقول كلمتين بس. بررررم بررررم لا 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 بررررم بررررم لا 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 بس خلاص. شكرا يا استاذ علول. بتقول ايه؟ يخرب بيتك. خلاص شكرا يا استاذ علول. استاذ عبد الرحيم خليك معانا استاذ هيثم معانا في التصوير. معاك استاذ عبد الرحيم. حضرتك سؤال، اسمي الكريم. عبد موتي. طب انت بتقول له عبد الرحيم يعني ازاي اسم الكريم؟ ما هو عبد الرحيم ازاي بتقول له اسم عبد الرحيم؟ اسم الشهرة. انا عايز اعرف اسمه في البطاقة. هو ليه اسم ثاني يعني؟ ايوه ما تقطعنيش الله يبارك لك. ماشي يا باشا. خليني اشوف شغلي. معلش يا باشا. استاذ عبد الرحيم اسم حضرتك في البطاقة ايه؟ اسمي عبد الرحيم الشريف. عبد الرحيم الشريف. حضرتك عايزينك تقول حاجة ل 2019 وسمعنا حاجة ل 2020، ايه رأيك في سنة 2019؟ وهتقول ايه 2020؟ والله يا استاذ مختار مش عارف، انا الصراحه سعيد يعني عدت 2019 الصراحه. سعيد. معلش انا اسف. انت سعيد ولا عبد الرحيم؟ سعيد. انت سعيد. سعيد. اسمك عبد الرحيم. اي فرحان يعني، بس كل اللي في نفسي حققته الحمد لله، ما نقصش اي حاجه خالص. معلش انا اكبر في الكلام ابو حماده، بعد ايه اللي في نفسك وايه اللي حققته؟ انا حققت كل حاجه باذن الله، انا عملت كل حاجه. انا قالوا لي ان انت كان نفسك تطول، طولت في 2019. انا حاجبك جزمه بكعب ان شاء الله وحاجبك. طب حضرتك بالنسبة للأبليكس اللي انت خدته، احنا جايبين لك الأبليكس تاخده عشان تخس مش تكسر. والله العظيم هي دات كده. انت استخدمته غلط بقى يعني. استخدمته غلط صح. هي دات كده يا استاذ حاتم. طب قول انا مش قصير أزعى، انا طويل وأهبل. انا مش قصير أزعى، انا طويل وأهبل. كمان انا مش قصير أزعى، انا طويل وأهبل. شفت طولت 5 سم. وطبعا زي ما انت شفتوا دي المجموعة اللي معانا، واحنا عملنا اول فلوج وكنا بنسأل الناس على 2019 و2020 ومستنوا معانا.